الاضرار اللي احنا شفناها دي من استخدامنا او العادات اللي احنا بنعملها غلط ممكن تتحسن؟ يعني لو بطلنا طبعا مثلا احنا ممكن طبعا كل الحاجات دي ريفرسبل، كل الحاجات دي ريفرسبل ما عدا حاجات معينه للاسف بيسيب اثار وحشه شويه في البشره. زي الناس اللي عندهم العاده بتاعت اللعب في الحبوب، انا في ناس تلعب في الحبوب تقول لك انا ما بحسش بنفسي لحد ما الاقي الحبايه طلعت دم في التيشو. في ناس تخيلي عندهم اللي هي العصبي او عندهم حاجه تانية ستريس او زهق او قاعده على التلفزيون تقول لك انا بقعد العب في الحبوب، دي للاسف بتسيب سكارز، بتسيب ندبات. فما يبقاش اثرها، اقول لك ان هي وانس انها توقفت الاثار بتاعتها بتروح على طول. بتسيب لنا احنا بقى الدكاتره نقعد نحاول نعالجها، نعمل بقى يعني ليزر، حاجه لا اراديه يعني لا اراديه، تقول لك انا ما حسيتش بنفسي بيها. تقول لك لحد ما لقيت التيشو نزلت فيها دم، يعني بتبقى حاجه لا اراديه. في ناس برضو اللي بتقعد تلعب في شعرها على طول، في ناس هي قاعده تذاكر تقعد تلعب في شعرها لحد ما تشده، يعني تقول لك انا مهما خدت ادويه لنمو الشعر انا بشده، يعني بتيجي تقول لك يعني هتديها علاج وهي يعني مش هتاخده ازاي. هي هتاخد الادويه بس انا طول الوقت بشد في شعري، بتشد من غير ما تحس، فدي برضو لازم تتوقف عنها. تغيير اسمه الشعر، كنت بسمع زمان ان احنا لازم نغير اسمه الشعر. طبعا هو ما تعوديش شعرك دايما على نوع معين من الفرق، لانك انت لما بتفرقيه كده وبتشديه الشده دي بتعودي المنطقه دي انها ما عندهاش دوره دمويه نشيطه فيها. هو دايما يقول لك تنشيط الشعر وبالليل قبل ما تنامي من تحت الحاجات اللي هي مش كلنا بنعملها الا مثلا مره في الاسبوع، انك تقلبي راسك وتسرحي شعرك من ورا لقدام، بتنشطي الدوره الدمويه دي، كل ما فيها عباره عن تنشيط دوره دمويه. السكالب بتاعتنا فيها فروه الراس فيها شعرات دمويه كتيره جدا، بس ستاجننت يعني ماشيه ببطء، ماشيه عارفه تقولي كده شبكه ماشيه ببطء. فانت عايزه دايما تنشطيها، تبعتي لها حاجات تنشطيها. ودي نفس فكره الميزوثيرابي اللي بنعمله العلاج عشان خاطر سقوط الشعر، والبي ار بي والفيتامينز والامبولز بتتحط مع التدليك الخفيف. ليه التدليك الخفيف؟ عشان خاطر خلي الدوره دمويه، يعني دايما اي حاجات بتتحط توبيكال موضعي نقول لهم مع التدليك الخفيف. ليه؟ لان انا عارفه ان فروه الراس ما هياش نشطه قوي، فخليها احب انها تدلكها بشويه عشان خاطر الدواء يمتص. طب في ناس بقى يعني عندهم حب الزيوت والكريمات والزيوت الطبيعيه بقى، ونروح للعطار ناخد مجموعه زيوت ونسيبها على شعرنا لمده يومين ومكتوم كده، ده ايه يا دكتور؟ يعني بيقعدوا يومين مثلا زيت خروع، زيت زيتون، زيت كل انواع يعني سمسم والحاجات دي كلها. كنت بسمع اصحابي بقى كلهم قعدت يومين لفه شعري وحاطه 2 كيلو زيت. لا ده في المطبخ كله بيخش على الشعر، في المطبخ ده في بيض، في واحده بتحط بيض، وفي ناس بيقولوا مايونيز، بيحطوا مايونيز عشان يلمع الشعر، وفي ناس كده بتحط حاجات. انا ما عنديش اي مشكله، بس ما تقعدش اكتر من ساعتين، متقعدش اكتر من ساعتين. كل بقى بيطولوا الوقت كل ما لان هي حضرتك بتلعب على الشعرايه من بره، على لمعان الشعره من لكن بره. الزيوت دي مش مضره، بس الوقت مضرة اللي احنا بس هي تتحط شعري وتتشطف ساعتين بس. ساعتين ثلاثه بكتير يعني على حسب الكميه، وتحطه تحطه في كيس بلاستيك لو هي عايزه، تحطه في فوطه تكتمه زي ما هي عايزه، الحاجه اللي تريحها. لان حضرتك لو رحتي عند اي كوافير او صالون تجميل هيقول لك ان هو عارف ان الحاجات دي تتحطش اكتر من ساعتين. ما عمري ما الاقي حمام كريم تقعد بيه 6 ساعات. فهي بس بتحب انها تزود الفايده، تقول لك اقعد بيه وابات بيه وانام بيه والكلام ده. فاي حاجه يا ريت تتغسل، لان زي ما بدايه ما قلت ده وزن زياده على الشعرايه. هي كمان مش بتلعب على حويصله الشعر او على الروت على الجدر، هي دايما بتشتغل على شكل الشعره. الشعرايه دي داد، دي كائن ما فيهوش غير مدله وكيوتيكل، يعني ما فيهوش حاجه، ميت. والدليل ان هو ميت، لو حضرتك جبتي مثلا ولاعه او حاجه مش هتحسي باي حاجه لحد ما يطلع فوق. صح. يعني فاحنا بنقعد طول الوقت نجمل. انا بالنسبه لي يهمني فروه الراس، يعني فروه الراس هي اللي هتخلي لي الشعرايه طالعه هيلثي، طالعه صحيه وما توقعش بدري. طيب دكتور نعمل ايه عشان إيه؟